وإلى فرنسا، حيث فتحت مراكز الاقتراع في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية. وبحسب السلطات الفرنسية فإنه يمكن لنحو 49 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 577 ممثلا في الجمعية الوطنية الفرنسية. ويسعى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للفوز بأغلبية مطلقة مجددا في البرلمان كي لا يضطر للتحالف مع أحزاب أخرى للتوصل لائتلاف حاكم. ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية بعد أسبوع من الآن. وهذه هي صور مباشرة من أحد مراكز الاقتراع والتي فتحت أبوابها أمام الناخبين في هذه الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، وستكون هناك دورة ثانية بعد أسبوع من الآن. طبعا حسب السلطات الفرنسية يمكن لنحو 49 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، وذلك لاختيار 577 ممثلا في الجمعية الوطنية الفرنسية. طبعا هنا يسعى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون للفوز بأغلبية مطلقة مجددا في البرلمان كي لا يضطر للتحالف مع أحزاب أخرى لتوصل ائتلاف حاكم.